الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فعاليات الليلة الأخيرة من مولد الحسين والزميل أحمد رجب، إليك أحمد. دينا وشادي لكم تحياتي وللسادة المشاهدين، كل عام والجميع بخير وصحة وسلام. يصادف ذلك اليوم بالأول من يناير من العام الجديد عام 2019 لتعم الاحتفالات في جمهورية مصر العربية لكل المصريين في هذه الأثناء وهذه الأيام. هذه ذكرى وصول رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى مصر، وهو يوم الثلاثاء الأخير من ربيع الآخر. يعني إن استطاع زميلي أن نرصد لكم الصورة هنا كما تشاهدون، هذه ساحة مسجد الإمام الحسين وبها الآلاف من المواطنين المصريين الذين قد حضروا إلى هذا المكان للاحتفال بهذه الذكرى التي استمرت لمدة أسبوع منذ الثلاثاء الماضي حتى هذا الثلاثاء. وقد تزين مسجد الإمام الحسين بالأنوار، وتم تعطير المقام، مقام الإمام الحسين بالبخور والعطور. يعني إن استطاع زميلي أيضا أن يرصد لكم المسجد هنا، هذا هو شكل المسجد في هذه الأثناء وهذه اللحظة. الأنوار محاطة في بمسجد الإمام الحسين. الآن المنشدين الدينيين يعني يقومون بالإنشاد الديني في ذكرى الإمام الحسين وصول رأس الإمام الحسين في موضعها الحالي واستقرارها في مصر من خلال الصالح طلائع، وهو كان يحكم مصر في هذه الفترة. ايضا هناك من المصريين الذين يعني ينتظرون هنا في ذلك المكان في الساحة، يجلسون على الارض ويفترشون الارض للاحتفال بهذه الذكرى، ذكرى وصول الإمام الحسين ورأس الإمام الحسين إلى جمهورية مصر العربية، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. المزوار هنا من المحافظات المختلفة، محافظات مصر المختلفة، جاءوا من أقصى الصعيد ومن أقصى وجه بحري حتى يقومون هنا بزيارة ضريح الإمام الحسين ورأس الإمام الحسين. البعض من هنا في هذه الأماكن من أهالي وجه بحري وأهالي الصعيد معتادون، وهي عادة لهم كل عام، يأتون إلى هذا المكان ويقومون بتقديم المأكولات والمشروبات لزوار ذلك المسجد في هذه الأثناء وهذه الاحتفالية. دعيني يعني لا أغفل دور قوات الشرطة المصرية في تأمين هذه الاحتفالية، فهم منتشرون في هذه الأماكن حيث أن الزحام يبدأ من منطقة العتبة حيث بداية نفق الأزهر وصعود على كوبري الأزهر حتى هذا المكان، وأيضا من الناحية الأخرى من شارع صلاح سالم حتى هنا إلى هذا المكان. زحام شديد وكبير من المواطنين وانتشار للأناشيد الدينية والأدعية والابتهالات الخاصة بهذه الذكرى العطرة. دينا وشادي، هذا كل ما لدي، عودة إليكما مرة أخرى في الاستوديو.